سلام ناس، كنتمنى تكونوا بخير على خير. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم اليوم الطريقه ديال تزيين مارشميلو. طريقه سهله مهله، ما كتحتاجش شي حاجه كثيره نهائيا، وطريقه اقتصاديه يعني طالعه رخيصه كيف ما كتشوفوا معايا. والشكل ديالها روع الناس، يعني شي حاجه اللي زوينه وفي نفس الوقت اقتصاديه. هنا الناس عندي مارشميلو، وكاين البنات اللي كيصايبوه في الدار يصايبوه، واللي كيشريه يعني عندي هذا. وطبعا تيكون في اللوينات. انا هنا جبت غير الابيض، صراحه ما لقيتش الشويبه تحت هو غادي نديرو، ولكن ما لقيتوش، داكشي علاش ما بغيتش ندخل شي لون اخر، درت غير الابيض. كما كتشوفوا معايا الكبيدات، غادي نشارك معكم كيديكم مارشميلو اللي غنديروا في هاد العويدات هادو، يعني بواحد الطريقه اللي سهله مهله. وعندي هاد الميكات هادو كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما، وعندي السينتا ها هي. صافي وغادي نبدا معكم. صافي وهادو كيف ما كتشوفوا معايا راه كيكونوا مع هاد الميكات هادو غير باش كتسدوه. صافي هنا عندي العويدات كيف ما شفتوا معايا هانتوما العويدات، وكناخذ واحده. وطبعا البنات راه كاين في الالوان اللي بغا في اللوينات. انا الصراحه ما لقيتش الشيبي، جبت كل شيء غير ابيض كيف ما كتشوفوا معايا. غندير اربعه هنا اللي غندير هانتوما اربعه هكا، شوفوا معايا اربعه. وغادي نزيد معكم حتى هذا، غادي غادي نكملوا الزين. شوفوا معايا وحده جوج. صراحه هذه اسهل طريقه، راه كاينين طرق البنات بزاف بزاف. كي قلت لكم انا راه كنقلب على الطريقه اللي كتجيني ساهله ونصايب بها، يعني شي حاجه صايبها لراسي من بلا ما نشريها. ها انتم اربعه في العويد ولا القطيب كيف ما شفتوا معايا. ها واحده جوج ثلاثه وها اربعه هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ هاد الميكات، وكيف ما كتشوفوا انا مقربه لكم التصوير بزاف، حيت حاطه في واحد الطابله هكا محدوره، وانا اللي محدوره على الطابله كيف ما كتشوفوا معايا. وكتاخذوا هاد البلاستيك هانتوما شوفوا، وكديروا ليها بحال هكا هانتوما شفتوا معايا. وهنا عندي هادو راه تيتباعوا مع هاد الميكات هانتوما باش غادي نسدو. وكتجيو لهنا للراس وكديروا بحال هكا هكا باش كتسدوه. صافي وكتسد. صافي هنا غادي نديرو ان شاء الله السينتا في الاخر، غادي نديرو السينتا باش غادي نزينو بها. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا شي حاجه اللي ساهله مهله البنات هانتوما. ها وحده غادي ندير معكم عاوتاني هاد الاخرين، عاد غادي نوريكم كيفاش غنديروا لديك السينتا. يعني اللي بغى يدير السينتا، اللي بغى يدير وريضه، اللي بغى يدير هذوك السكيكتات او الرضيضات يعني، ولا المهم كاين بزاف ديال الديكورات اللي كاينين تديروهم. ولكن كي قلت لكم انا راه درت داكشي ساهل مهل، يعني ما بغيتش نزيد عليا عاوتاني المصاريف. يعني الا بغيتو ديروا هذاك الشيء حتى هو راه خصكم تشريوه. هانتوما هانتوما ها جوج. شوفوا البنات كيفاش كيجيو، تبارك الله راه كيجيو فنين. هانتوما هانتوما حاجه اللي ساهله مهله، وتصايبوها بوحديتكم، يعني ما تحتاجوش تشريوها، حيت هذا الشيء كامل كاين البنات اللي كيصايبوه وتيبيعوه. ولكن انا صراحه كنفضل انني نصايب الراس، يعني واخا كميه كل حاجه كتعجبك، يعني كتقولي انا مصايبها في راسي. شوفوا معايا ناخذ عاوتاني واحد من واحد في كل الويو تيتلو هذا بسهوله. هانتو تبارك الله هذه راه فيها 100 وخديتها غير رخيصه. ها
ها انتم ديالها غادي ناخذ هذا وغادي نسد صافي وغادي نكملهم معاكم ان شاء الله. هذاك الشيء الاخر غادي نكمل معاكم هنا غادي نوريكم كيفاش غندير السينتا عاد غادي نمشي باش نكمل معاكم ها انتم السينتا هي هذه السينتا ها انتم شوفوا ما غالياش هذه صافي وكتشدوا هذا كدوروا السينتا بحال هكا وحتى اللي بغيتي ديروه حتى من هنا راه ديروه ولكن قلت لكم يعني ماشي ضروري صافي كنشدو هذا وكنديروا ليه هكا بالموس شوفوا كيتلوى الراس البنات هكا شوفوا تبارك الله ها انتم صافي وهنا راه كاين واحد اللعيبه تيتباعوا يعني كتشدوا هاد العود هذا وتتخشيو هكا فيهم يعني كيبقى هذا واقف بحال هكا صراحه انا ما جبتوش صافي كيف ما شفتوا معايا ها انتم شوفوا تبارك الله شحال زوين صافي كناخذ عاوتاني السين باش نكمل هذا باش تشوفوا الطريقه باش نمشي نكمل هذاك الشيء الاخر اللي باقي عندي ها انتم تتلويو واحد التلويات وكنت لكم راه تقدروا ديروها حتى الفوق يعني هنا الا بغيتو تعاوتاني ديروها فهاد البليصه تديروه انا درتها غير هنا طبعا راه غير افكار وكل واحد اللي بغى شي حاجه راه تيديرها تبقى فكره والواحد تزيد يبتكر من عنده ها انتم شوفوا تبارك الله شحال زوينين ها انتم هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات بلاطو ها هو بعد ما طيبناه تبارك الله شحال زوين هانتوما هانتوما رائع البنات رائع هانتوما هو الشكل ديالو كيفاش كيجي